فايت رح يكون كتير قوي. يلا رح نعيش الأجواء. بذكر مشاهدينا 5 جولات، كل جولة 3 دقايق. قلت لي يوسف بوغانم عنده نديل خاص بتايلند؟ عنده نديل خاص بتايلند باتايا. مقيم منذ سنوات هناك. وهو بيحمل الجنسيتين البلجيكي والمغربي. والمغربي صح. بتصور الأصل مغربي. الأصل اسمه مغربي. عربي يوسف صح. بوغانم. بدأت نشوف بداية الجولة الأولى. سيطر على وسط الحلبة ليوسف. عم يجس النبط بيناتهم. ركلة من لاعب يوسف. يعني نص الحلبة سيطرة كاملة ليوسف، قدر هو يتحكم بال على نص الحلبة. يعني نرجع نذكر انه هيدي 5 جولات 3 دقايق كل جولة. على لقب فينيكس ميدل ويت وورد تايتل، وزن 72.5. عم نشوف عم يفوتوا بالمباراة أكثر وأكثر. أكيد أكيد. يوسف كمان ركلة عم يسيطر على المباراة. اللي بيتحكم بالنص شو بيكون يعني؟ هو اكثر بيكون مسيطر على التيمبو. لا التيمبو الجيم. محاولة كوع من لاعب الانجليزي. واو فايت قوي لهلا. ركله ثانيه ثالثه. سيطر على اللاعب يوسف باول جوله. يعرف بسرعه كيف يدافع عن كيف حاله. كيف يدافع؟ عنده خبره كثير كبيره يوسف. اوه اوه نهايه الجوله الاولى يلي هلا فينا نقول أفضلية لصالح اللاعب يوسف بوغانم. لصالح اللاعب يوسف صح. أجمل لقطات الجولة الأولى. تعليمات من مدرب ليوسف بوغانم قبل انطلاق الجولة الثانية. كمان من الناحية الثانية اللاعب الانجليزي. نذكر انه بين كل جولة وجولة غياث فريق حد دقيقة. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة.
هوب بداية الجولة الثانية. كمان سيطرة على وسط الحلبة للاعب يوسف. اوه اللاعب الانجليزي عم يهاجم بس لهلا عم يعرف كيف يدافع بطريقة ممتازة اللاعب البلجيكي. لكمة مع ركلة. لكمة من اللاعب الانجليزي. ركله كمان مع لكمه. يعني يوسف عم نشوف غياس بلش يفوت اكثر واكثر بالفايت. كمان لو كيك. عم يجرب ينهي. بلش يوسف يفوت بتامبو المباراة اكثر. علا لاحظ يعني صار ال هي ماشي منا محسوبة بس صار اللاعب الانجليزي عم يهرب عم بجرب يتفادى لكمات وركلات اللاعب البلجيكي. كمان عم ينزلوا سيطرة واضحة وكاملة للاعب يوسف. حوالي ال 40 ثانية بيبقى لنهاية الجولة الثانية من أصل خمسة غياس. لوكيك كمان حلو كثير هاللوكيك. الركلات تبع يوسف كثير عم بتأثر على اللاعب الإنجليزي. في فعالية وفي قوة بالضرب كمان. لوكيك مرة ثانية 15 ثانية لنهاية الجولة الثانية. بس يلي حضر المباراة اللي سبقتها بيعرف انه الجيم ما بينتهي الجيم ما بينتهي لاخر لحظة غياث. اللي صار مع ويكلي كان غريب عجيب. كمان الجولة الثانية عم تنتهي بكمان تقدم وسيطرة للاعب يوسف. لا جولة الثالثة كل ما تقرب كل ما تحمل مباراة أكثر غياس. أكيد عم نشوف نشوف يوسف مستعجل. يوسف بده يخلص مستعجل بده يخلص وما بده يخلي ابدا يعطي ولا تشانس للاعب. كوع فيري سوليد. يوسف يعني ما بتصور
اذا كمل هيك يوسف رح تكمل خمس جولات. بتحس اللاعب الانجليزي كمان فقد توازنه، تلقى ضربات قويه كثير. او هاي كيك، هاي كيك، ميدل كيك. عم بجرب يرد اللاعب الانجليزي بس اكيد بلا فعاليه. ابدا. كمان اللاعب الانجليزي على الارض من جديد. اوه يعني سيطرة كاملة وبسرعة دغري عم يكمل يعني نفس التمبو، ما عم يخلي ابدا، ما عم يعطيه، ما عم يعطيه مجال ابدا ليرتاح يغير. اوه 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 معقول ما لا فايت. عم بعدل له هون اول نوك داون عندنا بالمباراة لصالح اللاعب يوسف. بنحب نذكر انه ثلاثة نوك داون بالجولة الواحدة بتنتهي المباراة. يعني يوسف هون اكيد رح يعمل بريشر ليجرب ينهي المباراة قبل خمس جولات. كمان اوه انهاء المباراة بالحكم وفوز يوسف بوغانم بالضربة القاضية. حلو كثير هالفايت بالفعل. يوسف بوغانم يعني فرجة لفل عالي.